أكدت وزارة التنمية المحلية أن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة تستهدف إدراج 36 قرية تضم نحو 400 تجمع بمختلف مراكز محافظات مطروح. ولفتت الوزارة إلى أنه تم الانتهاء من وضع خطة التنمية المتكاملة لهذه القرى بشكل تشاركي، حيث تم عقد جلسات تشاور مع الأهالي ولقاءات مجتمعية لرصد كافة الاحتياجات المطلوبة من المشروعات. في اطار توجيهات فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعه المشروعات القوميه اللي فعلا انتشرت في ربوع مصر، واللي كان مطروح الحظ الاوفر لها زي مدينه العمليه الجديده وراس حكم الجديده، مشروع الطاقه والضبعه، مشروع ميناء جرجوب. احنا بنشكر السيد الرئيس الجمهوريه على ادراجه قريه داخل برنامج حياه كريمه، واحنا كنا في استقبال وزير التنميه المحليه ان زاره به تفقد المشروعات برنامج حياه كريمه. احنا عمل عندنا مدرسة ولاد هيوب، وعمل دور ثاني الوحدة المحلية، عملنا شبكة صرف صحي، شبكة مية، عملنا تطوير مركز شباب زاوية العوامة، وعملنا أيضا ملعب منجل نجيل صناعي. نحن شايفين حجم المشروعات القومية اللي بتتنفس في مرسى مطروح لرفع مستوى البنية التحتية اللي بحسها كإحنا مواطنين من توسيع الطرق ومرفع من توسيع الطرق، من إنشاء محطات تحلية جديدة لزيادة دفقات المياه، من طبعا برنامج حياة كريمة ده برنامج كويس جدا بيحس به المواطن العادي، لأنه بيتم من خلاله إنشاء مدارس جديدة، من إنشاء توسعات في داخل القرى والنجوع، مدارس جديدة.